محطتنا الحالية رح تكون سالي مع إنجاز جديد وأكاديمي وقيمة مضافة لمكتبة العلم السورية وسابقة بكلية الصيدلة بجامعة دمشق. تم نشر مشروع تخرج لطالب سنوات دنيا بمجلة أوروبية طبعا وحاصلة على الإيزو. للحديث بشكل موسع عن هالموضوع معنا الطالب إبراهيم أيمن عبد الله، طالب بكلية الصيدلة بجامعة دمشق، والأستاذة الدكتورة شذا أنور اللحام، أستاذة علم الأدوية بكلية الصيدلة أيضا بجامعة دمشق. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا وألف مبروك. شكرا لك، شكرا لكم على دعمكم. يسعد صباحكم من جديد. يعني نحن وقت منقدم هيك إنجاز فنحن منقدمه بفخر كونه يعني من قلب سوريا ومن أشخاص سوريين ومن قلب خلينا نقول حرب نحن طالعين منها، ولازلنا نحن عم نقدم وعم نعطي الأفضل. بداية خلينا نحكي مع حضرتك دكتورة، مبروك أول شيء لهذا الإنجاز. خلينا نتحدث عن موضوع البحث، خلينا نتحدث عن التحضيرات، خلينا نتحدث عن الإنجاز بحد ذاته. معكم وسعدنا صباحكم صباح الفل. احنا أول شيء بنوزع مشروع التخرج، بتوزع أول السنة على كل أستاذ في له مجموعة من الطلاب، ونحن بنقعد مع الطلاب لنحكي شو بدك، شو بيزهنك حتى نوجهه ونساعده كيف يعمل البحث تبعه. إبراهيم فاجأني بمصر من أول يوم أنا بدي أنشر بحث، لو أنت ما عندك لسه طالب صغير لسه ما هي شغل الطلاب دراسات عليا يعني. حلو. فأصر أنه أنا بدي أشتغل ومستعد أعمل أي شيء بس أنه بدي أشتغل وأنشر بحث. واحد عنده منه هيك إمكانية ما بتقولي له لا، العكس بتساعدي. فأنا أول شيء بلشنا بلع الخفيف، طيب ورجيني شو بيطلع، خلينا ندور على فكرة بحث. فدور على فكرة بحث على فترة معينة حتى لقيت أنه فعلا القصة ممزح خلاص عنده إمكانيات. فعنا هيك شباب واعد الله يحميهم ويسلمهم يا رب، أنا هيك بطمن أنه سوريا بخير أكيد. يعني إبراهيم احكي لنا هيك كيف اجتك الفكرة حتى تبدأ بالبحث، وخاصة يعني أنه ما أنه موضوع مثل ما قالت يمكن الدكتورة ما أنه موضوع هين، هو موضوع بده كتير من الدراسات والبحث والاجتهاد. فاحكي لنا كمان كيف بلشت، على شو استندت، شو الصعوبات اللي هيك واجهتك حتى أتممت البحث؟ لا، مرحلة البحث العلمي اللي هي مكونة بالمشروع، المشروع هو مرحلة مهمة جدا بحياة الطالب الجامعي، وهي مرحلة لحتى تنقله من مرحلة لأخرى، من مرحلة الطالب بسنوات دنيا إلى سنوات عليا ودراسات أعلى. فكان الهدف الأول هو النشر بالمجلات الأوروبية، لترك بصمة إلي بالمكان اللي درست فيه كلية الصيدلة جامعة دمشق، بالإضافة للمساهمة برفع اسمها عالميا. صعوبات، كانت في كتير صعوبات. نحن بالأول اعتمدنا على مقالة مرجعية ممنهجة سيستماتيك ريفيو، لكن بظل جائحة كورونا والإغلاق الكامل للقطر اضطرينا نحذف القسم العملي من الدراسة. هلأ نحن كنا هون أمام خيارين، إما أنه ننسحب أو أنه نصر ونتابع على هدفنا. وبحب هون اقتبس من كلام الدكتورة فوزة منعم أستاذة بكلية الصيدلة، العمل الأكاديمي لا شيء إذا لم ينشر. لذلك نحن استمرينا وحاولنا قد ما فينا نحن نشتغل على الأفكار اللي وجدتها أنا، لكن كلياتها كان في نقص فيها بعد المناقشة مع الدكتورة، لأنه في تعتيم بالمراكز البحثية على النتائج، وبعض النتائج كتير كان مهمة لحتى نتمم البحث. فشاركتني بفكرة الموضوع تبعها اللي عم تشتغل مع طلاب بكلية جامعة دمشق عليه، اللي هو القصور الكلوي الحاد أو الأذية الكلوية الحادة، مرض خطير ومشخص من منتصف وشائع تماما ومشخص من منتصف القرن الماضي بدون اي علاجات، مسبب ل 50% من حالات الوفاه بالمشافي دون اي علاجات ناجعه. يمكن من استشهادك بقول دكتوره عندكم بالجامعه هذا دليل تركيزك التام على كل كلمه تقال وطموحك يلي انت قدمته. اكيد رح نرجع لك دكتوره، وحضرتك انت المشرفه والمتابعه للانجاز يلي قدمه ابراهيم، اكيد مشكور ونحن بنفتخر فيه. كان بالبدايه وقت اجى لعندك وعم يقول لك انه انا عندي شيء بدي اقدمه، كان قلت له طول بالك وتمهل، ولكن دائما الطموح اقوى. هون بيوقف الاستاذ او بيوقف الدكتور او اي حدا امام هذا الشخص بيقول له فرجينا شو عندك، قدم لنا شو عندك، كيف لقيتي يلي عنده؟ لا فعلا تحفني، فعلا فعلا
نزل 70,000 مقالة، أرى ما خلى، فايت على أكثر من موقع للأبحاث، لاي منهم جوجل سكولر، منهم المكتبة الأمريكية، مو مخلي أكثر ما نقاري طالع. بعدين اعتمدنا حاجة بس خفت، اعتمدنا على 4,000 بحث اللي أخذنا منهم اللي المقالة تبعنا، وبلش ما خلى شيء عن الموضوع، مو جايب من تاريخه على تسميته من عام 1951، حكى عن كل شيء، أعراض على كل شيء، أسباب كل شيء، علاجات قديمة وما عم بتأثر. وبعدين فات بالعلاجات الحديثة اللي هي جزء من الأبحاث اللي نحن هلأ عم نشتغلها. أنا اختصاصي علم الأدوية، فنحن بنشتغل ما هي آلية تأثير الدواء على الحيوان ثم على الإنسان، فنحن دراساتنا على الحيوان، فشغلنا فيه على الحيوان، فتشجع من هالنقطة هاي بأنه بهي الأبحاث اللي نحن عم نشتغلها. أنا ناشر كذا بحث طبعا مجلات عالمية ومجلات جامعة دمشق، وكمان سلسلة طلابي تبع الماجستير، مو طلابي تبع سنة خامسة، عم نشتغل على هذا الموضوع. فلذلك لقيت انه لا، عنده حماس وعنده القدرة انه يعمل شيء، واشتغل على برنامج الاند نوت اللي منظبط فيه المراجع، وظبط بشكل كامل هيكل كامل للبحث. فعلا شيء يفتخر. أكيد بين الفخر يعني بعيون دكتور تاك. يعني إبراهيم، هذا الإنجاز الأكاديمي اللي قمت فيه قد ايه بيحملك اليوم مسؤولية؟ يعني حاسين من حكيك إنه أنت ما بدك تكون مجرد صيدلي عابر، إنما غايص وعم تبحث بعلم الأدوية، وخاصة إنه مثل نحن هلا بهي الحقبة الزمنية في عنا أمراض، في عنا أوبئة عم تظهر وما في إلا علاجات. فقد ايه اليوم مهم هذا الشغف اللي عندك؟ خلينا نقول أكيد فايت هذا الفرع عن شغف، مو عن يمكن رغب، مو عن انه بس رغبه انه طلعت لك بالعلامات. قد ايه هيك حابب وقد ايه بتحملك مسؤوليه هذا الانجاز اللي عملته؟ الطموح كثير مهم، لكن الاهم هو حدا يدعمك ويشجعك. الدكتوره شزا كانت خير داعم من الاول، تفهمت واستمعت للاخير، رغم انه هاي الفكره تعتبر كثير كبيره على حدا من طالب سنوات الدنيا. اشتغلنا على هذا الموضوع ولقينا كثير صعوبات صراحه. انت اي سنة ابراهيم؟ انا هلا عبوا بالتخرج، ضل لي الفحص الوطني. هلا كان في عندنا مشاكل وعقبات اللي هي ضمن فيروس كورونا والجائحه اللي صارت، نحن انفرض علينا قانون قيصر، فتسكرت حتى المحركات البحثيه. صحيح. التعليميه، نحن من منبركم هون منطالب برفع الحظر التعليمي عن سوريا، لانه التعليم هو حق مشروع لكل الشعوب وهو من اهداف التنميه المستدامه، بالاضافه الى رفع الحظر الاقتصادي. صحيح. بالإضافة كان هدف مهم من أهدافنا نشجع هيك خطوة بالنسبة للأجيال القادمة، حدا من طالب من سنوات الدنيا يشتغل على موضوع ويرفع اسم الكلية والجامعات السورية. فاستخدمنا العبارات السهلة البسيطة بالمقالة تبعنا، وبالإضافة لعملنا وعدينا أشكال بتبسط هاي الشرح. نحن اضطرينا بسبب كورونا أنه نحذف القسم العملي للأسف، لكن حاولنا قد ما فينا يكون المقالة كونه في اسمنا أنا والدكتورة، يكون هذا الموضوع مدعاة فخر لنا. صحيح. يمكن عبر شاشة الأخبارية السورية حضرتك وصلت رسالة للكل أنه نحن كمان مستهدفين عنا عضون العقوبات القاسية حتى التعليم، وهو يمانه لا يقل شأنا عن أي شيء تاني، لأنه هو العجلة اللي نحن بتنقلنا نقلة نوعية لا الأفضل. يمكن كمان حكيت على الدعم، وأنت لو ما بتستاهل أكيد ما كان في هذا الدعم. يمكن دائما الدكتور أو الأستاذ هو الأقدر على نظرته تكون صائبة للطالب، يقول هالطالب ذكي أو هالطالب بده يطلع منه. صدقني لو ما بتستاهل. يمكن الدكتورة شزا ما تحملت هذا اللعب. دكتورة خبرينا أيضا عن مراسلته للمجلة الأوروبية، كيف كان التواصل؟ هو ما هو شيء سهل يعني. لا طبعا، بعد ما خلص الكتابة واستمرنا بشكل دائم على كل كلمة وكل حرف يعني فيها، صار بقى بدنا ننشر، فكان لازم ندور على مجلة، فبلش بدور على مجلة اسمها نيتشر، معروفة انه عالميا، وحاولنا نتواصل مع هالمجلة، بس هو اللي تواصل مو انا، وانا تركته يخوض هاي التجربة حتى يشوفها. فتواصلوا مع المجلة، او مو بس هاي المجلة وعدة مجلات كمان، هاي حظر علينا مجرد ما نعرف الجنسية السورية، انت بدك تحطي تعليمات معلومات خاصة فيكي. فكان يجينا كتير رفض، في شيء بعد اسبوع، في شيء يطولوا بالهم شوي بعد بشهر، هذا كلياته عملية الانتظار، ونحن عملنا سنة. هاي بالاخير الله يسرنا اياها الحمد لله وقدر يسويها.
ونشرها بمجله اوروبيه ومعها ايزو محكمه. حلو. طيب دكتوره خلينا نحكي شوي كمان الطلاب الموهوبين والمبدعين قد ايه مهم اليوم اعطائهم فرصه، وخاصه مثل ابراهيم يعني عنده هذا الاصرار انه نقى عليكي بده خلص يحقق هدفه. كيف ممكن انه الواحد فعلا يقوم بهالشباب فعلا ان املنا هلا بالنهايه الشباب الاكاديمي؟ مثل ما قلتي انه هو بده يكون عنده منه استعداد، يكون في عنده منه استعداد وعنده خلفيات انه ممكن يتعلم منك وبده بده يشتغل، طبعا بتساعدي، وكل اساتذه جامعه دمشق عندها استعدادها تساعد اي طالب بهذا الشيء بكل الامكانيات نحن مقدمها. انا عندي طلاب دراسات عليا، الابحاث اللي عم نشتغلها بالرغم من الظروف الرائعه اللي نحن فيها والمصايب اللي نحن فيها، مع ذلك جامعه دمشق تشكر ما قصرت، وكليه الصيدله بكل اداراتها ما قصروا بكل محاولاتهم ومساعدتنا لحتى نيسر ونطلع هذول الابحاث. ومن الابحاث اللي نحن اشتغلناها مثل ما حكينا على وليش اهتم بالموضوع، لانه انا من الابحاث اللي اشتغلتها على قصور كلوي، بدينا بطالبه ماجستير، بعدين انا عملت كذا بحث فيهم لوحدي، عم نجرب ادويه تستخدم بشكل طبيعي ومتوفره بالسوق لكل الناس يعني، بس بالابحاث الجديده بقى انه في اتجاه باتجاه انه ممكن تاثر على هالمستقبلات هي، فاتجهنا انه نجرب هذا الدواء مفيد بهذا الامراض ولا. من احد هدول الابحاث كان في منهم حصلنا فيه على جائزه باحث عالمي مخترع لعام 2020 مع احد طلباتي. نعم اكيد الشكر موصول مو بس لكليه الصيدله، القائمين والكادر التدريسي اللي هو ايضا عنده خلينا نقول حصه كبيره بعمليه انجاح هذا الفرع. رح اسالك هيك سؤال صغير، فتت الكليه عن رغبه، او مثلا مثل ما بنعرف الاهالي انه خلص بك الدكتوريا العلمي بدنا اياه يصير دكتور، يعني انت فت بناء انه اهلك بدهم اياك صيدلي دكتور، او بناء انت على رغبه كنت انت من وقت ما كنت بالثانوي او حتى بالمراحل الاعداديه كنت بتحلم فيها؟ هلا اي حدا ضمن مجتمعنا الشرقي بيرغب ابنه يكون دكتور، هذا الشيء متواجد عند الكل، لكن بعد تذكير اهلي الي بفترات سابقه انه انا كنت ارجع حاول اخلط الخلاصات عشبيه مع بعض بحيث انه عالجهم فيها، فقالوا لي انت كان طريقك من الاول لهون، فاتجه له حبه وابدع فيه. بشكرهم كثير انهم عطوني المساحه للابداع والانجاز اللي صار هلا. بشكر اي حدا ساعدنا لننشر هذا البحث من عماده الكليه الدكتوره جميله والنائبين الاداريين الاداري والعلمي والكادر التدريسي قاطبه الدكتوره شذا اللي كانت داعمه جدا، عطتني من وقتها رغم ضيقه، شجعت كل الخطوات وتركتني خوض الغمار الرحله البحثيه بكل تفاصيلها. بشكر الدكتوره جمانة الصالح، الدكتوره باسم عروس، الدكتوره جيهان تيناوي، المهندسه لينا مندو، بهدي الانجاز هذا لقائد الوطن والسيده الاولى لانه هن راعين التعليم والانجازات العلميه. بشكركم كثير على اهتمامكم فينا وتسليطكم الضوء علينا حتى بالنسبه للبحث العلمي واظهارنا لنظهر انجازنا بهالفتره الصعبه. اكيد يعني نحن كل انجاز اكاديمي وخاصه شاب اكيد بيستحق انه يتسلط الضوء عليه، فكيف اذا كان بصباحنا غير دائما داعم للشباب الموهوب. نحن كمان بدنا نتشكر وجودكم معنا وبنقول لكم هيك ان شاء الله بنشوفك يا ابراهيم حقق كل الطموحات اللي انت هيك بتطمح لها، ونشوفك اهم صيدلي او دكتور او باحث حتى بعلم الادويه مثل ما انت بتتمنى. كمان شكر موصول للدكتورة لدعم للمواهب الأكاديمية والشابة والمبدعة، ونتمنى التخرج جيل جديد يعمل فرق بصمة حقيقية بعالم الصيدلة. أيضا بدنا نشكرك، تفضل حابب تضيف شيء معك. نحن بنتمنى الدعم الكامل للأجيال الجديدة، يعني في لسه مهارات وخامات حتى مقبلة على البحث العلمي، إن شاء الله نكون ببحثنا هذا قدرنا نشجعهم أكثر، وبنتمنى منهم قراءة المقالات العلمية أكثر. نحن حاولنا قد ما فينا أنه ندعم هالشيء عندهم، إن شاء الله يكون خطوة حلوة. بدنا نتشكركم، نتشكر وجودكم معنا، بدنا نتشكر أيضا الدعم اللي عم يقدموه أكيد لطلابنا لنرتقي ولنرفع علم سوريا بالعالي. شكرا لكم. شكرا.